من جهتها لعبت الشركات الوطنية دورا هاما في إنجاح الصالون الدولي في طبعته 13 من خلال حضورها المادي والمعنوي ب390 شركة تمثل مختلف فروع البناء والأشغال العمومية. الصالون الممتد على مساحة عرض تقدر ب2500 متر مربع عكس أهمية كبيرة بالنظر للرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي يمثلها قطاع البناء في الجزائر، والذي يخصص قرابة 20 مليار دولار في السنة لقطاعات بناء السكنات والتجهيزات والأشغال العمومية والري.